يا ابو اليوم جبنا الحساسين، اثنين طواير واثنين فحل، واكيد تعرفون ليش جبناهم. طبعا كلهم كيج بريد، يعني ولدانين بالاقفاص، ما كان شيهم من برا، يعني هذولا ومو مزاوج، يعني ولا فرخات قبل، يعني هذولا سهلة انه نزوجهم ويا الكناريات. بتلاحظ عندنا فحلين وطواير اثنين، وتحياتنا يا ابو. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، بقى أربعة. نظيفات كلش كلش نظيفات، يعني اللي يعرف بالحساسين طبعا راح يعرف هذول زينات لو لا. تحياتي يا للجميع.